نكمل ما تبقى من صفة الحج. إن كان يريد التعجل فإنه يرمي اليوم 12 ويلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وهذا هو التعجل. بعض الناس يظن أن التعجل هو يوم العيد واليوم 11، واليوم 11 ينطلق ويسافر، يطوف طواف الوداع ويسافر، هذا غلط. التعجل إنما هو في اليوم 12 من شهر ذي الحجة وليس في اليوم 11. بعضهم يجعل يوم العيد يوما مضافا إلى اليوم 11 ويقول تعجلت، هذا خطأ. التعجل في اليوم 12 فيخرج من منى قبل غروب الشمس، ربما أنه يتهيأ وتغرب عليه الشمس من الزحام، لا يضره، يخرج من منى لأنه منعه الزحام.